فات يسدد النار كرة بتتخلص برافو للمدافع في التغطية كوكي ممكن هجمة مرتدة الآن الفرصة ما زالت في الهجمة المرتدة بينية تضرب الدفاع الحارس يخرج من مرمى يمسك الكرة سأقول قد تكون هذه الفرصة من جديد إلى سأقول جواو فيليكس الله على هاندانوفيتش شوف التصدي في هذه اللقطة تنفيذ سيء للضربة الركلية بتروح مباشرة للخصم تدخل واستخلاص الكرة خطيرة ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن تدخل سيء ممكن يكون فيها بطاقة صفراء رائع في قراءة الفريق الخصم كوكي بشكل سليم الكرة من اللاعب كوكي كرة لم تحمل أي جديد في النهاية تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر أوه الحكم يحتسب الخطأ واللاعب يملك بطاقة صفراء كيران تريبيير بتروح الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد لوكاكو بيحافظ على الكرة الله على المرور يا سلام يا لوكاكو كوريا فرصة كبيرة الهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة بلينية مثالية خلف المدافعين كانت فرصة ذهبية للتسجيل لكن فيها راية تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة ضربة حرة لإنتر ميلان ركلة حرة تنفذ سريعا في محاولة لمفاجأة الدفاع صافرة وفاول على أتلتيكو مدريد مارتينيز تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم لا الحالي استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات يجب أن تستغل الله على التحول من الدفاع إلى الهجوم كرة مرتدة مثالية وجدت طريقها للمرمى الله على السرعة الله على الكرة في منتهى الجمال من كودين سأقول ممتاز ثقة في التسديدة فرصة الآن فرصة لوضع الكرة في الشباك أوهو حكم يطبق القانون ضربة جزاء أخرى أوهو الحكم يشير إلى علامة الجزاء لا تردد في الكرت الأحمر نموذجية نموذجية في المرمى ركلة جزاء في منتهى الروعة الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم واضح ان المباراة تنتهي لوكاكو عند الكرة الان بتدخل قانوني يفتك الكرة في 18 فرصة الان لكرة مرتدة ضاعت الهجمة المرتدة تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف مراتا تصدي قوي عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم
وصلنا إلى وقت فاينل الشامبيونز ليج، المباراة اللي يتابعها محبي كرة القدم في كل مكان. فرصة خطيرة الآن، موراتا يا مجنون يا مجنون، هذه الأهداف تختار أصحابها. الله على المتعة، الله على النهاية. لاعب كان في موقع التسلل، هدف يلغى بداية التسلل. حكم المباراة احتسب دقيقتين كوقت بدل ضايع. بتروح الكرة من لاعبي أتلتيكو مدريد. بلينية مثالية خلف المدافعين. أوهو، تحرك ممتاز، تصويب الكرة بالرأس بطريقة مثالية، الكرة في الشباك. لنشاهد الهدف من زاوية أخرى. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول. رائع جدا الفريق في شوط أول من نهائي دوري أبطال أوروبا. توماس بارتي يعترض الكرة. الشوط الثاني من نهائي دوري أبطال أوروبا ينطلق في هذه اللحظات. تدخل ممتاز هنا، تدخل خاطئ في هذا التوقيت، ممكن أن نشاهد بطاقة. توماس بارتي، يا لحيب الله على التمريرة، عند الكرة في مكان خطير. أخيرا حارس المرمى سوى الشيء وأنقذ مرماه من فرصة. الحارس ينجح في إبعاد الكرة بقبضته. توماس بارتي، هاندروفيتش يتصدى. مارتينيز يتقدم للأمام. ستيفن سافيتش، توماس بارتي يعترض الكرة. ماذا سيفعل الآن؟ بيعدي فيها، يتقدم فيها. مستحيل هذه الكرة، شوف الانفراد بحارس المرمى، شوف التنفيذ، شوف التصويبة. الكرة كانت محتاجة عقل بقوة. ضاعت الكرة، ضاعت اللقطة. بيرسل الكرة، أوهو، لقطة لا تنسى لحارس المرمى. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. إبعاد الكرة والخطورة. فريق إنتر يخسر الكرة الآن. اعتراض رائع للكرة من توماس بارتي. عند الإمكانية هنا. إدمورات الموجود في وسط المنطقة. أرسل الجناح الكرة العرضية بشكل سليم. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. انطلاقة كانت خاطئة من اللاعب، تسلل واضح في اللقطة. تبديل يجري الآن في هذه اللحظات في صفوف نادي إنتر. دفع بلاعب من دكة البدلاء راح يكون لتجديد المجهود حقيقة، إعطاء مزيد من الحيوية، محاولة إرهاق الخصم أكثر بلاعب من على دكة البدلاء. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. كرة خطيرة على المرمى، كرة بشكل جميل، تمركز سليم من اللاعب. يعترض الكرة في اللقطة الماضية. بيلعب الكرة الوسطى، أبعدها حارس المرمى.
حارس المرمى يقع في المحظور وقد يدفع الثمن فريقه. حارس يتألق ويبعد الكرة. ضربة ركنية لأتلتيكو مدريد. ركنية تنفذ في حارس المرمى يبعدها بقبضة يده. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. أدى الفرصة في هذه اللحظات. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. أدى الكرة الآن. كرة بتقطع. هذه تصويبة. الحارس يمسك بالكرة بشكل سليم. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. ساول بيلعبها. هاندانوفيتش يتصدى. انتر يفقد الكرة. بيسدد الآن. تصدي قوي. لوكاكو بيرسل الكرة بينية ممتازة. شوف التحرك اللي قبل الكرة، تسلل سليم. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. الله على التمريرة العالية. حلوة الفكرة لكن التنفيذ ما كان بنفس الدقة. ما الذي فعل حارس المرمى؟ خطأ قد يندم عليه. كرة تصل إلى موراتا. الكرة في المرمى. يضعها ويسجل هدفه الثالث. هاتريك لهذا اللاعب الكبير. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. لوكاكو بيحافظ على الكرة. ممكن هجمة مرتدة الآن. كرة بينية خلف المدافعين. شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم أيضا بوجود تسلل. تبديل يجري الان في هذه اللحظات في صفوف نادي انتر. حاول استغلال دكه البدلاء. دفع بلاعب جديد يعطي مزيد من الحماس للفريق داخل ارضيه الملعب. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكره. بيعدي وبيمر بالكره. كره بترجع عند الحارس. روميلو لوكاكو. اوهو اي حارس مرمى، اي كرة واي تصدي. مرونة خيالية، رشاقة غير عادية. حارس المرمى يتألق في اللقطة الماضية. بقبضة حارس المرمى يخرج الكرة. بيجرب بيشوت. الله على حارس المرمى. شوف التصدي، شوف اللقطة. كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة. ردة الفعل الجميلة. تصويبه لكن بدون تركيز. مرت الكرة إلى جانب المرمى. اليوم يوم أتلتيكو مدريد الذي يقدم أداء رائعا ويتقدم بنتيجة عريضة حتى الآن. لوكاكو بيرسل الكرة بينية ممتازة. يا سلام على أوبلاك. شوف ردة الفعل، شوف التصدي. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. كرة بيتغير اتجاهها بعد ملامسة المدافع. ممتاز التصدي. تألق كبير من حارس المرمى. كرة بشكل جميل. حلوة التسديدة. كانت قريبة من المرمى لكن عدت. لكن مرت. كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. محاولة هجومية هنا. أنخيل كوريا. تسديدة قوية جدا. بتمر بجانب المرمى. أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة. في المرات القادمة لابد من استغلال هذه الكرات. بعد إتاحة الفرصة حكم رجع واحتسب الخطأ والآن في كرت أصفر. حمل تدخل قاسي في هذه الكرة. هنا قد نشاهد كرت من حكم المباراة. واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. عند الكرة في مكان خطير. المسافة بعيدة لكن اختار يجرب. شوف التسديدة القوية لكن لقطة كانت بعيدة.